شبه إجماع في الشارع الفلسطيني على رفض تأجيل الانتخابات التشريعية المرتقبة، فأغلب التصريحات الواردة من السلطة الفلسطينية تتحدث عن إمكانية تأجيلها. أنا ضد التأجيل، أنا مع الانتخابات، لأنه إحنا بدنا تجديد للشرعية، تجديد شرعية المجلس التشريعي وتجديد شرعية للرئيس أو استبدالهم، المهم تجديد شرعيات. لا، برفض هذا التأجيل أنا، لأنه إحنا خلاص تعبنا حصار طول الوقت، بدنا نتريح، بدنا نشوف إحنا وين واقفين على أي أرض. قصة تأجيل الانتخابات هذه بدناش إياها، بدنا الانتخابات في أسرع وقت. المفروض اللي يصير إنه الشعب يرفض التأجيل، إحنا شعب قوي وقفنا بوجه الاحتلال وما خفناش منه، بدنا نوقف كمان مرة عشان ما يفرضش علينا تأجيل الانتخابات. أما الفصائل والقوائم المشاركة في الانتخابات فأعربت عن رفضها لفكرة التأجيل، ومنها من دعا الجماهير الفلسطينية للتظاهر ميدانيا في حال أعلن قرار التأجيل. انتخابات ضرورة لإعادة بناء نظام سياسي فلسطيني يشارك فيه الجميع، وتأجيلها بدون الدخول في حالة اشتباك مع الاحتلال يعني الاستسلام لإرادة الاحتلال والدخول في حالة من الانقسام الكبير في الساحة الفلسطينية، بدلا من الدخول في حالة مصالحة حقيقية وجادة. نحن حذرنا في قامة صوت الناس من اتخاذ قرار بالتأجيل، ولو تم التأجيل دعونا الجماهير للنزول للشارع للتظاهر السلمي رفضا لهذا القرار الذي لا يعبر إلا عن ديكتاتورية مطلقة لدى السيد الرئيس. ليس هناك من مبرر مقنع، ما نعتقد أن هنالك ضرورة لعمل حثيث باتجاه دفع العملية اتجاه أن تستمر إلى النهاية. وكانت السلطة الفلسطينية قد أعلنت سابقا عن إمكانية تأجيل الانتخابات التشريعية في حال إصرار الاحتلال على عدم إجرائها في القدس المحتلة. المواطن الفلسطيني والذي عانى الأمرين جراء استمرار الانقسام السياسي الفلسطيني كان تواقا لإجراء الانتخابات التشريعية الفلسطينية، ولكن مع كثرة الحديث مؤخرا عن إمكانية تأجيل الانتخابات التشريعية بات هذا الأمر يقلق ويبدد هذه الآمال. محمد أبو رموس، الغد، غزة، فلسطين.